الشوط الخامس فتحت البوابات سباق الجياد والأفراس المنتجة محليا عمر الأربع سنوات فأكثر التي لم تكسب في مشاركاتها السابقة تتنافس على جائزة إبراهيم بن عبد الرحمن بن محيذيف يرحمه الله أحد الرواد الذين دخلوا الرياض مع الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. الانطلاقة تبدأ من شبل التنومة ابنة المنجز في المركز الأول الآن ومع انطلاقة هذا الشوط وكذلك صيتان يتابع على ما يبدو في المركز الثاني وانطلاقة الجياد والأفراس مشاهدين الكرام المؤرخ يأتي من الخارج هو في المركز الثالث الآن يحاول التقدم فيما شبل التنومة ابنة المنجز صاحبة المركز الأول وابن سمارتي جونز يأتي للمركز الثاني مشاهدين الكرام وعاطف الآن في المركز الثالث منافسة مثيرة ما بين الجياد والأفراس مع الدخول للخط المستقيم باتجاه خط النهاية إلى 400 متر الأخيرة مشاهدين الكرام شبل التنومة تقود هذه الجياد والأفراس محاولات من المؤرخ وكذلك من بقية الجياد للتقدم والمنافسة في هذا الشوط شبل التنومة في آخر 200 متر ربما تسجل هذا الانتصار وأيضا المؤرخ يحاول الدخول وكذلك المنافسة تأتي من بقية الأسماء المشاركة مشاهدينا تدلل وبن تنومة في المركز الأول تنهي شبل التنومة إذن هذه المنافسة بحصولها على المركز الأول ما شاء الله تبارك الله منذ